يا احمد بنأكد ان ده وفهم الجمهور لطبيعه الموضوع، وزي ما بنكلمكم في هدف بيان النادي الاهلي وما وراء البيان كان ده بيستدعي من الكابتن ايمن يونس ان هو لما يوصف بيان النادي الاهلي بوصف ويقول بيان الاهلي قاسي جدا، اتمنى يا كابتن ايمن كنت تقول بيان النادي الاهلي احترافي جدا، بيان النادي الاهلي محترم جدا، لان بيان النادي الاهلي مش هو اللي خرج هاجم مسؤولين امنيين، بالعكس ده اثنى عن الامن، بيان النادي الاهلي مش هو اللي شكك في المنظومه او تطاول على اي طرف من اطرافها، بيان النادي الاهلي كان واضح ومحدد ودقيق، وفي فرق كبير قوي بين القسوه والوضوح والاحترافيه والدقه وحفاظك على حقوقك. انتهت معانا فقرتنا الاولى، نروح نفاصل ونرجع لفقرتنا الثانية أون سبوت.